بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور أشرف محمد علي، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة سيناء. بنستكمل مع بعض المحاضرة بتاعتنا اللي كنا توقفنا فيها عند subtraction in signed numbers. طبعا احنا حلينا المثال رقم A ورقم B ورقم C. النهاردة عايزين نحل مثال رقم D. انا كنت سايبه لكم في اخر الحلقة اللي فاتت ان انتوا تفكروا فيه. طيب دلوقتي المثال رقم دي هنحله مع بعض دلوقتي في المحاضرة دي. نتذكر مع بعض احنا كنا بنعمل ايه. فعندنا في المثال رقم دي زي ما قدامنا كده، ببص اول حاجة للرقمين اللي انا هطرحهم. طبعا هما signed numbers، يعني يمكن يكونوا positive او negative. ازاي اعرف الرقم ده positive او negative؟ بعرفه عن طريق ان انا ببص للبيت اللي موجودة ناحية الشمال خالص. لو كانت 1 يبقى ده نيجاتيف، لو كانت 0 يبقى دوت بوزيتيف. فأنا من الملاحظ ان الرقم الاولاني هو اللي عندي ده، هوت اللي انا مشاور عليه بالماوس. البيت اللي على الشمال خالص ديت 1، يبقى الرقم دوت نيجاتيف. طب عايز اعرف هو نيجاتيف كام؟ اعرفها ازاي؟ لازم اجيب التوس كومبليمنت بتاعه الاول، وبعدين احوله للديسيمال واحط قدامه اشارة نيجاتيف. طب نجيب التوس كومبليمنت ازاي؟ زي ما قلنا، طيب نجيب القلم بتاعنا عشان نعمل هذا الكلام. عشان اجيب التوس كومبليمنت بسرعة، ان انا بنزل الارقام من ناحية اليمين زي ما هي، يعني زيرو زيرو زيرو، وبعدين الوان امشي من ناحية اليمين لحد ما يقابلني الوان، اروح منزله زي ما هو، وبعدين اعكس اللي بعديه. فاللي بعديه 3 اصفار واحد بقوا 3 وحايد وايه وصفر. يبقى هو ده الرقم اللي عندي. اشوف قيمته بكام، يعني احوله لديسيمال ازاي؟ بان انا بضرب كل واحد عندي في الويت بتاعه. الواحد الاولاني اللي عندي ده الويت بتاعه اللي هو 2 اس 3، اللي هو الويت بتاعه بكام؟ ب 8. والواحد التاني ده الويت بتاعه بكام؟ ب16. والواحد دوت الويت بتاعه بكام؟ ب32. والواحد ده الويت بتاعه بكام؟ ب64. تعال نجمع كده، 8 و16 يبقى 24، 24 و32 يبقى 24 و32 و64 يبقوا 96، 96 و24 يبقوا 120، 120 بس نخلي بالنا انها بالنيجاتيف، يبقى الرقم ده بيساوي نيجاتيف 120. طب الرقم اللي جنبيه ده بيساوي كام؟ يعني عايز اعرف الرقم اللي جنبيه ده بيساوي ايه؟ يبقى نعمل ايه يا جماعه؟ عايز اعرف الرقم ده بكام؟ برضو ابص على البيت اللي على الشمال خالص. البيت اللي على الشمال خالص بكام عندي؟ هنا اهي البيت اللي على الشمال خالص اللي انا هشاور لك عليها دي 1، يبقى الرقم ده ايضا نيجاتيف. طيب طالما الرقم دوت بالنيجاتيف، يبقى انا لازم اجيب له التوس كومبليمنت، وبعدين اجيب الديسيمال المناظر ليه واحط اشاره نيجاتيف قدامه. طب تعال نحوله، بننزل الزيرو زي ما هو، وبعدين الواحد زي ما هو. بعد ما نزلت الواحد اعكس اللي بعديه، 3 اصفار يبقى 3 وحايد، وبعد كده 3 وحايد يبقى 3 اصفار. طيب الرقم ده ايكويفالنت لكام؟ بالايه؟ بالديسيمال. طبعا هنا 2 اس 0 و2 اس 1 ده 2، ده الويت بتاعه ب 2، وده الويت ب 4، وده ب 8، وده ب 16. يبقى مجموعهم كام بقى؟ يبقى عندي كده 2 و 4 6، 6 و 8 و 16 24، يبقوا 30. يبقى دوت الايكويفالنت لي نيجاتيف 30، يعني القيمه بتاعه ده لوحده نيجاتيف 30. يبقى انا هقول نيجاتيف 30، يبقى اللي هو يطلع نيجاتيف 120 زائد 30 اللي هو نيجاتيف 90. يبقى الناتج بتاعي بالديسيمال نيجاتيف 90. لو انا عايز اعمل النيجاتيف 90 دي بالباينري، تعالى بس ايه نعمل الشاشه كده، انا عرفت الناتج بتاعي ان هو نيجاتيف ايه 90. يبقى انا عندي نيجاتيف 90، عايز اعرف هي كام بالباينري. لو حولت دي بالباينري هو ده الناتج بتاعي، تمام. طب اول حاجه اجيب الايه ال90 اشوفها بتساوي كام،
بالباينري. طبعا الطريقة السريعة بتاعتنا ان التسعين دي عبارة عن اللي هي 64 وستاشر اللي هي 80 وعشرة اللي هي 90. طب تعالى نعمل كده. انا دلوقتي الخانات اللي عندي اهو، مثلا هاخد الخانة الاولانية اللي هحط فيها 0 و1، وادي الخانة التانية، ادي الخانة التالتة، ادي الخانة الرابعة، ادي الخانة الخامسة مثلا، ادي الخانة السادسة، وهنا ممكن مثلا معلش اعمل الريس لل ديت، واحط هنا الخانة اللي بعديها كده اهي. نشوف كده، ده 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، 4، 5، 6. 6 يعني دي الخانة ديت بتاعت ال 64. أنا ليه ما خدتش 2 أس 7؟ لأن 128 تعدي ال 90، فالخانة دي 64 أحط فيها الواحد. أنا محتاج ال 64 الخانة اللي جنبيها دي اللي أنا واقف عندها دي، المفروض 32 و64 2 إيه؟ هيبقوا 96 هتعدي، فخليها 0. الخانة دي بتاعت ال 16، يعني الخانة دي اللي أنا واقف عندها دي 16، فأحط فيها الواحد. يبقى في عندي 64 و16 يبقوا كام؟ 80. محتاج 10، 10 يعني اللي هو تعالى نكتب بس الويت بتاع كل واحدة. دي الخانة الأولانية دي الويت بتاعها بواحد، ده باتنين، ده بأربعة، ده بتمانية، ده بستاشر، ده ب32. يعني كاتب كل الرقم اللي تحت ده اللي هو الويت بتاع الخانة 64. فأنا عندي 64 و16 80. تمام، لو زودت على ال 80 8 يدوني 88، لسه ما عدتش ال 90، فممكن احط هنا واحد. طيب 88 و4 كام؟ 92. 92 عديت ال 90، فحط هنا صفر. طب انا واقف عند 88، 88 و2 كام؟ اهي 90، فحط ساويتها احط الواحد. طيب يبقى هنا ده اكيد كام؟ ده اكيد صفر. القيمه دي هي ال 90. لما انا كده اتشكيت عليها اهو، ان انت لما تيجي تحسب القيمة الديسمال المناظرة ليها ب90. طب انا عايز نيجاتيف 90، يبقى اجيب لها التوس كومبلمنت. طب التوس كومبلمنت بتاعها هيبقى كام؟ انزل الصفر زي ما هو والواحد زي ما هو من ناحية اليمين، واعكس بعد كده، يعني الصفر ده يبقى واحد، الواحد يبقى صفر، الواحد اللي بعديه يبقى صفر، الصفر يبقى واحد، الواحد الاخير يبقى ايه؟ يبقى صفر. يبقى ده الناتج النهائي بتاعي، صفر واحد واحد صفرين واحد صفر. طب تعالى احنا حاطينه في برواز كده، تعالى نمسح اللي حواليه، يعني نمسح كل ده ونسيب اللي في برواز ده. نجرب الطريقة ان انت تعمل بيت باي بيت، ان انت تطرح التو باينري دول واحدة واحدة. ده اللي عملناه المرة اللي فاتت في التلاتة اكزامبل A و B و C، بنعمله المرة دي في دي عشان اذكرك باللي كنا بنعمله. هنكتب الرقم ده زي ما هو، زي ما اتفقنا اهو، واحد تلات اصفار اهو، ده هكتبه زي ما هو، وبعدين برضو واحد وتلات اصفار هكتبه زي ما هو. الرقم التاني طالما قبليه نيجاتيف يبقى حول ده لمين؟ لتوس كومبلمنت. وبدل ما هطرح هجمع، وبدل ما هطرح هعمل ايه يا جماعة؟ ان انا هجمع الرقمين مع بعض. تعال بقى، يبقى صفر عشان اعمل التوس كومبلمنت في خطوة واحدة، انزل الصفر والواحد من ناحية اليمين، وبعدين اقلب تلات اصفار يبقوا تلات وحايد ناحية اليمين يا جماعة، وتلات وحايد يبقوا تلات اصفار، واجمع عادي جدا واشوف النتيجة هتطلع ايه. صفر مع صفر يديني صفر، صفر مع واحد يديني واحد، صفر مع واحد يديني واحد، واحد واحد صفر ويتبقى واحد، واحد واحد صفر ويتبقى واحد. وبعدين هنا واحد وهنا الصفر، تمام. خلاص يا جماعة، وهنا ايه؟ هنا الواحد. طب الناتج اللي طلع لي دوت، ها هو الناتج اهو، هو بس ايه ده بالنيجاتيف. احنا قلنا هنا ده كام؟ نيجاتيف، يعني هنا في واحد، خلي بالك اللي هو بتاع النيجاتيف. هنا ده نيجاتيف كام يا جماعة؟ ده احنا قلنا نيجاتيف 120 زائد كام؟
90 يبقى اللي هو كام؟ زائد سوري 30 اللي هو نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 90. نيجاتيف 90 الناتج اهو، نيجاتيف 90 هو نفس الناتج اهو اللي انا توصلت له، احنا كنا بس ناسيين الواحد اللي في الاخر اللي هو بتاع النيجاتيف. تمام، يبقى انا كده طلعت النتيجة بتاعتي اللي هي كام؟ اللي هي نيجاتيف كام؟ 90. تمام، ففي اللي عايز يعملها بيت باي بيت ويجمع الرقمين مع بعض ويعملها بيت باي بيت مفيش مشكلة، اللي عايز يعملها بالديسيمال زي ما احنا شوفنا كده مفيش مشكلة، الاتنين بيطلعوا لي نفس الناتج. يبقى انا كده طلعت النتيجة ايه بتاعتي. هي طبعا المحاضرة دي انا مش عايز اطول عليك، هي انا حليت فيها هذا الاكزامبل، فبالتالي ان هو دوت الايه الاكزامبل الوحيد اللي احنا بنحله. تعالى بس نشوف كده النتيجة اهي اللي طالعة معايا اهي، اهو اللي هي النيجاتيف كام؟ نيجاتيف 90. احنا اصلا كده كده مطلعين النيجاتيف ايه؟ النيجاتيف 90 اللي احنا طلعناها هو ده الناتج اللي موجود عندي في الايه؟ في السلايد بتاعتي. وبكده بنكون انتهينا من المحاضرة بتاعتنا، وبشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.